الماط كتواجدوا في منطقة صغير حال، واحد الحي فيه غير الفيلات كما كتشوفوا، واحد البلايصة زوينة كتبان لكم الشمس الغروب. احنا غادين انا والعائلة ديالي نتقاسموا معكم هذه الجولة المسائية ديال العشية. احنا قربنا للبحر، مبقاش لينا بزاف ديال الطريق. كما كتشوفوا كاين الهدوء والسكينة، الله يحفظ لينا بلادنا، يحفظ لينا ملكنا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، دائما كنتقاسموا معكم هذا الويكاند ديالنا دوزناه مع العائلة. دابا العشية خارجين نديروا واحد الجولة استكشافية ان شاء الله كنشاركها معكم. كما كيبان لكم دابا راه يلا المغرب ودن، احنا غاديين وعلى مناظر كثيرة بالنسبة للناس اللي كيبغيو يجيو يسكنوا هنايا. بلاصة زوينة، فيلات واعرين واعرين بامتياز بالنسبة للعائلات اللي عندهم الوليدات كيبغيو يجيو يرتاحوا في الويكاند ديالهم ولا في العطلة. كاين بلايص زوينين ما شاء الله. الفيلا اخرى ما شاء الله، الهندسه المعماريه فيها عجيبه. صورها معكم الاخرى حتى هي واحد الحي كيمتاز بالهدوء والسكينه، ما كتسمع لا ضجيج لا والو. حنا امام واحد القاعه ديال الافراح كما كتشوفوا، كتواجد حتى هي في سيدي رحال، كتواجد على البحر. سميتها قاعة الأفراح ألف ليلة وليلة. كما كتبان لكم قاعة الأفراح ألف ليلة وليلة، الشوارع عامرة، الناس خارجين الليل هذا. غنمشيو ان شاء الله لواحد المنطقة هكا، حنا غاديين حنا قربنا حدا واحد البلاصة حدا المرسى هي سيدي رحال. المكان عامر بالناس، الناس خارجين تبارك الله،
نحضر المرسى ما قربنا ليها. كاينين فيلات على الشاطئ الثمن ديالهم زوين تبارك الله ما شاء الله، فيلات كبار على البحر سورتو بالنسبه للعائلات اللي عندهم الوليدات. دابا حنا حدا المرسى نصور معكم هذوك البطويات اللي كاينين باش نقطع الشاطئ بعدا فيلات سياحيه ما كيكون رقم 3 نصور معكم هاد البطويات اللي كاينين في المرسى بلاتي نقطع الشانطي بعدا. هادي مش امريكانية اصلا كما كتشوفوا هاد البطويات اللي كاينين هاهما في المرسى كما كتشوفوا حنا في المرسى كاينين البطويات. هاد الباطو سميتو سميرة، هداك الباطو فيه بيضاوة، كاينين بزاف الباطويات، والبحر راه هايج، منظر خطير، منظر جميل، بلاصة محروسة، الحمد لله كاين الوقاية المدنية، كاين لي جوندار، كاين البوليس، كاين كلشي، منطقة محروسة، بامتياز، أو إن شاء الله نصور معكم أبخي، السلام عليكم ورحمة الله.